خبر ما يخلى من الجمال والتفاؤل. انتشر مقطع فيديو يوم أمس لسائق تاكسي عثر على مبلغ مالي بقيمة 50 مليون دينار عراقي، تمت إعادة المبلغ إلى صاحبه اللي كان ينوي أنه يجري عملية جراحية لابنه، وهي طبعاً مو المرة الأولى اللي العراقيين يثبتون بها للعالم أنهم أهل أمانة وغيرة. خلونا سويا نتابع هذا الفيديو ونرجع لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. عمر الحلال، عمر فلس الحلال ما راح من البارحة لحد الساعة 8 الصبح ولحد الآن، والزلمة يعني لا فاتح الصندوق ولا هاي ولا يضرب الفلوس وهاي الفلوس ولا مصعد بشر، وهذا الزلمة وهذا عين دمعته بعينه وخلي تشوف الناس بالقتاي، وهاي الفلوس هاي أمانة الناس، وهاي الحيدر راح يكمل عمليته، وهذا الزلمة شوفوا هاي دموعه وهاي. الله يوفقك يا أبوي، الله يستر عليك. خاف واحد ايضا هذا الف الحمد لله والشكر يا عمي، رحمة الله على الدنيا بعثك خير.